سووا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من علو العلو الارتقاء بين اصحاب قلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. من علو العلو الارتقاء بين اصحاب قلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في هذا الفيديو الجديد الذي عن طريقه سنعطي منهاج أو التدرج السنوي لمستوى السنة الثالثة ثانوي للسنة الدراسية 2020-2021. كل هذا من أجل التحضير الجيد لشهادة البكالوريا لهذه السنة. إن شاء الله هذا العام يكون عام حافل من نجاحات. فقط تابعوا معنا كل الدروس وكل ما نقدمه لكم في القناة. ما تنسوش الإعجاب وما تنسوش دعم القناة. كل هذا كذلك ليصلكم الجديد. منهاج السنة الثالثة ثانوي أو التوزيع السنوي للسنة الثالثة ثانوي مش دروس صعبة كما تظنون، هي عبارة عن دروس عادية. أغلب الدروس تطرقتم لها في السنة الثانية ثانوي، كذلك ملاحظة نقدمها ل أنا أقول طلبة ما أقولش تلاميذ، لأنكم لما توصلوا للسنة الثالثة معناها بقات لكم إلا شهور أو كما نقولوا عام فقط باش تولوا طلبة جامعيين. لذلك ناديكم بالطلبة ما ناديكمش بتلاميذ. قلت لي راهو متقلق على دروس اللي تلقاها في السنة الثانية، نقولوا بما أنك درست المجال الثاني اللي هو البترول ومشتقاته معناها ماكش راح ودرستها بطريقة جيدة، معناها ماكش راح تتلقى مشاكل في السنة الثالثة ثانوي. أما اللي ما تكملش البرنامج بالنسبة لهذه الوحدة، وبما أننا كنا في 12 مارس توقفنا عن الدراسة، معناها كل ثانويات كملوا المجال الثاني اللي هو البترول ومشتقاته. إذن ما فيش إزعاج، لأن تلقيت كثير من الأسئلة: أستاذ ما كملناش البرنامج، هل هو عنده علاقة بالتيرمينال ولا ما عندوش؟ أنا أقول لكم هنا ما تتقلقوش، خاصة أنه في الكيمياء المجال الأول راح تكون عبارة عن مراجعة لما درسته في السنة الثانية بالنسبة للبترول ومشتقاته. في السنة الثانية كنت تقول البترول ومشتقاته، احنا في السنة الثالثة ما نقولوش البترول ومشتقاته، وإنما نقولوا الكيمياء العضوية. إذن اللي راح نطرقوا له في السنة الثالثة وهي أربع مجالات أساسية: المجال الأول اللي هو الكيمياء العضوية، المجال الثاني اللي هو الكيمياء الحيوية. وفي الكيمياء الحيوية راح تطرقوا إلى درس ما تطرقتلوش في السنة الثانية اللي كان راح يكون في الفصل الثالث، إلا أنه اللي كانوا خايفين منه راح يكون عبارة عن مراجعة، اللي هي الليبيدات أو الأحماض الدهنية. الأحماض الدهنية صح تطرقوا لها إلى في السنة الثانية، لكن كي يروحوا للسنة الثالثة راح نديروا لها مراجعة. إذن لا داعي للقلق من هذه النقطة. المجال الثالث اللي هو مجال جديد عليكم، وهنا بزاف يقول لكم الديناميك الحرارية أصعب مجال، الديناميك الحرارية أنا أقول لكم هنا الديناميك الحرارية هو أسهل مجال بالنسبة للسنة الثالثة. الديناميك الحرارية هو أسهل مجال من هذه المجالات اللي راح نتطرقوا لها، وراح تشوفوا هذا بعينكم. واسألوا زملائكم اللي راهم وصلوا للترمينال وقراوها ولا ما قراوهاش، وقراوها عن طريق اليوتيوب في قناتي أو في قنوات أخرى للزملاء الأساتذة، ما تلقاوش مشاكل. وكانوا حابينها تكون في البكالوريا، ولو ما طرحتش في البكالوريا لكن لو طرحت كانت أحسن، لكن هذيك تعود إلى الظرف الحالي اللي راهو في العالم وليس نقوله في البلاد فقط. لكن الديناميك الحرارية اللي راه يقول لكم صعيبة، بين قوسين لما توصلوا للدرس للمجال هذا راح يولي سهل جدا، أسهل مما تتوقعون. أما المجال الثالث وهو الكيمياء الحركية اللي هي شيمي سينيتيك هذه كم تقرأوها دوك في الفيزياء في أول وحدة راح تطرقوا لها
كمراجعه معناها كي توصلوا ليها ماشي حاجه صعيبه ان شاء الله. هكذا الان هذا هو هذا هما كامل المجالات الاربعه. الان راح نطرق مجال بمجال مجال بمجال. بالنسبه للمجال الاول اللي هو الكيمياء العضويه، وكما تعلموا انه كل مجال عنده جانب نظري وجانب عملي، هذه لازم تعرفوها. عندكم دروس نظريه وعندكم دروس عمليه. انا هنا ننبهكم ما تروحوش تقراو غير الدروس النظريه وتهملوا الدروس العمليه. الدروس العمليه كذلك مهمه، والدليل على ذلك في بكالوريا 2020 كان في الموضوع الاول كان كاين عملي، في الموضوع الثاني كان موجود كذلك عملي. ومش دروس تاعها ماهيش صعبه، كاين اللي يقولك صعب العملي، لا ما هي صعبه ما هي ولا شيء، كي تقراها تصبح سهل. واش عندكم في الجانب النظري؟ اول شيء عندنا الفحوم الهيدروجيني، عندنا اربع وحدات نطرقوا لها. الوحده الاولى اللي هي الفحوم الهيدروجينيه، الوحده الثانيه وهي الوظائف الاكسجينيه، الوحده الثالثه هي الامينات، والوحده الاخيره اللي هي البوليميرات. شوفوا شحال بسيطه. الان في الفحوم الهيدروجينيه دوك كل الدروس راح نعطيكم نقطه بنقطه، تطرقتوا لها في السنه الثانيه نقطه بنقطه. درستوا الالكانات ولا لا؟ درستوا الالكانات. واش درستوا فيها؟ درستوا فيها التسميه، درستوا فيها الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه. احنا في السنه الثالثه ثانوي ما نطرقوش الى التسميه، بصح لازم تكون تعرفها التسميه. دوك انا كي نعطيك اسم مركب لازم تعرف هل هو الكان السن السين الى اخره، نعطيك صيغه مركب ونقول لك سميه لازم تعرفه. احنا ما نطرقوا لها بزاف التسميات، بصح لازم تعرف، لانه في البكالوريا ربما يعطي لك اسم مركب تبني منه تمرين، الاسم هذاك لازم تكتب له الصيغه الكيميائيه نتاعو، الصيغه نسبه مفصله. لذلك التسميه لازم تديروا لها مراجعه من السنه الثانيه ثانوي. اما الخواص الفيزيائيه اللي تطرقتوا لها مثلا الانصهار والغليان تاب الى هذو كامل ما نطرقولهاش في السنه الثالثه ثانوي، اللي نطرقوا لها وهي الخواص الكيميائيه. هذه نقطه. واش راح نقراو في الفحوم الهيدروجينيه؟ درسوا الالكانات، نزيدوا الالسانات والالسينات والمركبات الأروماتية، وكذلك المركبات العضوية المغنيسيومية. وش معناها؟ معناها عندكم نقطة زايدة على السنة الثانية ثانوي اللي هي المركبات العضوية المغنيسيومية، وكذلك بعض التفاعلات اللي ما درستوهاش في السنة الثانية ندرسوها في السنة الثالثة للألكانات ولا الألسانات ولا الألسينات أو الأروماتية. واضح؟ ثم في السنة الثانية قلتوا بعض الخواص الكيميائية، بصح راح نضيفوا لها بعض الخواص الأخرى، ماشي حاجة صعبة، رام كل شيء سهل. وباش تولي سهله لازم بالتمارين والتعود من الان. الوحده الثانيه وهي الوظائف الاكسجينيه. هيا نسالكم سؤال، درستوا الكحولات في السنه الثانيه ولا درستوهاش؟ اكيد الكل راه يقول الان درستها. درستوا الالدهيدات والسيتونات ولا لا؟ اكيد درستوها. درستوا الاحماض الكربوكسيليه؟ نعم درستوها. درستوا الاستره؟ نعم درستوا الاستره. اذا هذو كامل راح نعاودوهم في دروس كل واحد وحده. الوظائف الاكسجينيه هي وحده، اما الكحولات درس، الالدهيدات والسيتونات درس مع بعض، الاحماض الكربوكسيه والاستره هذاك درس وهذاك درس. معناها ماشي حاجه صعبه، قلنا راح نضيفوا بعض الخواص الكيميائيه فقط لما درستوهاش في السنه الثانيه ثانوي. اما الامينات وهي نقطه او هو درس جديد، لكن هو نورمالمون يدرس في السنة الثانية بالنسبة في الفيزياء، بما أنكم ما كملتوش البرنامج، إذا احنا راح نقروها لكم سنة وتكون ماشي مراجعة، لو كان قريتوها نقولوا مراجعة، بما أنكم ما قريتوهاش معناها حاجة وماشي صعيبة إن شاء الله. بالنسبة للبوليميرات راح نطلقوا إلى البلمرة بالضم والبلمرة بالتكاثف. قبل هذا الشيء لازم نعرف واش معنى البوليمير، ما هي أنواع البوليميرات، ما هي أنواعها. ومن بعد نشوفوا البلمره بالضم والبلمره بالتكاثف، ونشوفوا امثله في البلمره بالضم والبلمره بالتكاثف. هذا اللي راح نطرقوا له في المجال الاول بالنسبه ماذا؟ بالنسبه للكيمياء العضويه. اما بالجانب العملي عندكم خمس اعمال تطبيقيه، تحضير بروم ايثيل، تحضير حمض البنزويك، تحضير الباراستامول، تحضير النيلون، والتحضير الستيران. معناها كل درس نظري يتبعه درس عملي. واضح؟
هذا بالنسبة للمجال الأول. كي نكملوا هذا المجال إن شاء الله راح نديروا مراجعة أو نديروا تقويم لهذا المجال الأول. كيفاش نديروا تقويم؟ بحل التمارين، بحل التمارين الواردة في تاع الكيمياء العضوية الواردة في البكالوريا السابقة، نشوفوا اللي طرحت في مواضيع اختبارات فصلية أو في فروض، هذو كامل راح نحاولوا نحلوا منهم تمارين في القناة إن شاء الله. بالنسبة للمجال الثاني، المجال الثاني يقول له هو الكيمياء الحيوية، كذلك عنده جانب نظري وجانب تطبيقي اللي هو العملي. راح ندرس الليبيدات، وندرس عنده ثلاث وحدات، الليبيدات، الأحماض الأمينية، والبروتينات. في الليبيدات هنا في الليبيدات راح نديروا مراجعة للأحماض الدهنية اللي ما قريتوهاش في السنة الثانية، ما وصلتولهاش، معناها ما تخافوش. إذا الليبيدات راح نتطرقوا لها، نديروا مراجعة للأحماض الأمينية الدهنية، نديروا كذلك ندخلوا بعد ذلك للجليسيريدات الأحادية الثنائية والثلاثية، وبعد ذلك نشوفوا القرائن، كاين قرينة الحموضة، قرينة التصبن، قرينة اليود، وقرينة الأستر. هذا كامل راح نشوفهم في وحدة الليبيدات. بالنسبة للأحماض الأمينية راح نشوفوا هما دروس ملاح وحلوين، نشوفوا الأحماض الأمينية راح نشوفوا تعريفها، تصنيفها، خواصها الفيزيائية وخواصها الكيميائية. بعد ذلك نشوفوا البروتينات، البروتينات نعرفها تتشكل من عدة أحماض أمينية مرتبطة فيما بعضها البعض. بعد ذلك الجانب العملي لهذا المجال، عندنا خمس أعمال تطبيقية. أول شيء وهي نشوف قرينة الحموضة وقرينة التصبن من الجانب العملي. بعد ذلك نشوف معايرة الألانين اللي هو الحمض الأميني. بعد ذلك نشوف العمل الثالث وهو الكروماتوغرافية الورقية، معناها الكشف الكروماتوغرافي. بعد ذلك الكشف عن البروتينات، نكشف كيفاش نكشف عن البروتينات، ما هي الطريقة اللي نكشف بها عن هذا المادة فيها بروتين أو لا، عندنا تفاعلين لنكشفوا بها عن البروتينات. بعد ذلك البومين البيض، هذون هما خمس أعمال تطبيقية، كل عملي مهم، واضح؟ هذا المجال الثاني. بعد ذلك راح نشوفوا كذلك تقويم للمجال الثاني، كما شفنا تقويم المجال الأول نشوفوا تقويم للمجال الثاني. أما الوحدة أو المجال الثالث وهو الديناميكا الحرارية، الديناميكا الحرارية نفس الشيء، دروس نظري ودروس عملية، نعرف الديناميكا الحرارية ونشوف الأهداف نتاعها. بعد ذلك نشوف المظهر الطاقوي من كمية الحرارة والعمل. بعد ذلك نشوف المبدأ الأول وتطبيقاته، قانون هيس وقانون كيرشوف، هذا كامل بسيطة، ما هيش حاجة صعبة لكم مقلقين منها. هكذا الجانب العملي عنده أعمال تطبيقية اللي هي عنده ربعة: قياس الحرارة المولية للذوبان الكاواش والأناواش، قياس الحرارة المولية لانصهار الجليد، قياس الحرارة المولية تعديل الأناواش بالأش سي آل والله بالأش أن أو تروا، وتعيين حرارة تشكل الأم جيو باستعمال قانون هيس. في آخر الحالة، في آخر المجال راح نديروا التقويم للمجال الثالث من تمارين وحلول لتمارين البكالوريا، هذو كامل باش نسهلوا لكم كل مجال على حدة. أما المجال الأخير اللي هو الكيمياء الحركية، المجال الرابع اللي هو الكيمياء الحركية. في الجانب النظري راح نشوفوا السرعة، نعرفوا الكيمياء الحركية أول شيء، نشوفوا سرعة التفاعل اللي هي السرعة اللحظية والسرعة المتوسطة، وهذه راكم تطرقوا لها في الفيزياء. بعد ذلك راح نشوفوا قوانين سرعة التفاعل من الرتبة 0، الرتبة 1، والرتبة 2. بعد ذلك نشوفوا كيفاش طرق تعيين رتبة التفاعل، أي تفاعل كيفاش نشوفوا نعين الرتبة التفاعل، هل هو من تفاعل رتبة 0 أو رتبة 1 أو الرتبة 2. بالنسبة للعملي، هذا عنده ثلاث أعمال تطبيقية: قياس سرعة المغنيسيوم مع حمض كلور الماء، دراسة انعكاس السكروز، وتعيين رتبة تفاعل تفكك الماء الأكسجيني. هذون كامل راح نتطرق لهم بالنسبة للمجال الأول والثاني والثالث والرابع. في آخر المجال راح يكون ماذا؟ راح يكون تقويم للمجال هذا الرابع، عفوا الرابع وليس الثالث، اللي هو الكيمياء الحركية، ندير له مراجعة وحل التمارين. كي نكملوا المجالات كامل هذون إن شاء الله راح نديروا المراجعة النهائية، المراجعة النهائية بعد ما كملنا
المجالات الأربعة بإذن الله إن شاء الله تكون الصحة والعافية، راح نبدأ ونحلو البكالوريات كامل، نتعودوا كيفاش ندوا المنهجية لحل البكالوريات، ندوا المنهجية لحل التمارين كل مجال على حدة. احنا قلنا في المجال الأول نحلو تمارين خاصة بالمجال الأول، في المجال الثاني نحلو تمارين خاصة بالمجال الثاني، كي نكملوا المجال الثالث تمارين خاصة بالمجال الثالث، وفي نكملوا المجال الرابع تمارين خاصة بالمجال الرابع. بصح كي نكملهم كامل راح نديروا مثلا موضوع فيه أربع تمارين أو فيه ثلاث تمارين نحلوه كامل ونتعلموا كيفاش ندوا المنهجية لحل التمارين، وكذلك الموضوع بصفة عامة، وكذلك نحلوا مواضيع مقترح للبكالوريا سواء كانت في السنوات الماضية أو تكون مواضيع مقترحة في السنة 2021 إن شاء الله. هكذا إن شاء الله ربي يوفقنا ويقدرنا على العمل هذا، إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله منا نكون نرافقكم على طول من وما نقولوش من سبتمبر وإما نقولوا من أواخر هذا أكتوبر إلى غاية يوم الامتحان لبكالوريا 2021. ربي قدرنا وانتم ثاني ربي قدركم، ماشي أمور ماشي حاجة سهلة. نوصيكم فقط بعض النصائح، بدوا تقراوا من الآن، اللي راح يقولكم ما تبداوش ابداوا من الآن، بصح ماشي تفرصوا على رواحكم باش ما تتخلاو من هذاك الكسل اللي كنتوا فيه هذه المدة. ما تتقلقوش، نظموا الوقت نتاعكم، ديروا توقيت. الحمد لله أساتذة بزاف عندهم قنوات، تبعوا القنوات، تعرفوا واش تختاروا القنوات. ما نقولكمش انا قناتي كاين اللي ما تعجبوش قناة تاعي قناة واحدة اخرى، والله حتى في المواد واحدة الاخرى العلمية او الاجنبية، ونركز في النقطة هذه. بالنسبة اللي راح يقولك انا تقني رياضي تهمني الرياضيات والفيزياء وهندسة الطرائق، لا، انا نقول تهمك الفرنسية وتهمك الانجليزية وتهمك العلوم الاسلامية وتهمك الفلسفة، لانه البكالوريا مش بكالوريا هندسة الطرائق ومشي بكالوريا رياضيات ومشي بكالوريا فقط الفيزياء، وإن بكالوريا لعدة مواد، ترصب في مادة ينقص لك المعدل، تخدم فيهم كامل المعدل رح يكون معدلك ممتاز، اللي يجيب المعدل 18 مشي تلميذ هذا عادي والله كان راقد، اللي يجيب 18 لازم يتعب، اللي يجيب 18 لازم يقرأ، اللي يجيب 18 لازم يثابر، اللي يجيب 18 لازم يدير النجاح أمامه ما يديروش خلفه، ما يديروش بالزملاء اللي ما يقراوش. انا نقول لك زملائك، اختار زملائك اللي يقراو وتعبوا مع بعضكم وقراو مع بعضكم، ونظموا الوقت، تنظيم الوقت والتركيز في الدراسه، ما تخلوش حتى المارس ولا تخلو حتى الماي ولا حتى جوا ومن بعد تقول مانيش فاهم الكيمياء العضويه. لا، الكيمياء العضويه قريت في المجال لازم دير له ملخص، لازم تراجع له، لازم تكمل دراسة تاعك الآن، ما تخليش حتى ينتهي يلحق ماي ومن بعد أستاذ ما فهمتش، أستاذة ما فهمتش، ثم يكون فات الأوان. لذلك نظموا وقتكم وركزوا وديروا دائما النجاح نصب أعينكم. ما تقراوش لوالديكم وإنما تقراوا لأنفسكم، ما تقراوش لعائلتكم تهفوا رواحكم تقول أنا نروح نقرأ غير على جال والدية ولا على جال عائلة. لا، غدوة كي تنجح ما يديروش الشهادة باسمك، عفوا باسم الوالدين تاعك والله، وإنما يديروا الشهادة باسمك أنت. بصح راح تشرف والديك وتشرف الأساتذة تاعك، لذلك تعبوا وربي يوفقكم، وحنا رانا نتابعوكم، والحاجة اللي نقدروا نديروها نديروها، فقط دعواتكم دعواتكم لنا وربي يسر إن شاء الله. شكرا، ورح نلتقوا دائما على طول بالفيديوهات اللي رح ننشرها لكم. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش دعم القناة. شكراً.